غابت اللافتات والإعلانات التي كانت تملأ الشوارع عادة في هذا الوقت من السنة للإعلان عن حفلات رأس السنة في الفنادق والمطاعم. نحن أمام أحد أهم الفنادق في لبنان، والذي كان عادة يستقطب نجوما في حفلات سهرة رأس السنة. أما الليلة فالوضع تغير مع مغادرة العدد الأكبر من الفنانين إلى الخارج لانخفاض نسبة الإقبال على هذه السهرات في الداخل. ما في كثير عالم اجى من برات لبنان، يعني ما في حجوزات بالمطاعم مثل ما كانت تكون قبل، ما بدهم ياخذوا ريسك الكلاس اي، فكله اخذ حفلات برات لبنان، ونحن واحد منهم بس عنا على القليل عملنا حفلتين، عاملين حفلتين بالاوتيل، بمغتربين اجت اقل، عالم السواح اجت اقل، هيدا اثر على وضع الحجوزات بالمجمل بلبنان، الاسعار كثير مقبوله نسبة للسنين اللي قبل، وكثير ماخذين بعين الاعتبار الوضع القائم، لانه الاكثريه اللي رح يسهروا هن اللبنانية. الأزمة الاقتصادية حالت أيضا دون تمكن اللبنانيين من قضاء هذه السهرة كما اعتادوا. سنستطلع آراء عدد منهم لمعرفة ما هي مخططاتهم لهذه الليلة. الوضع الاقتصادي ما بيسمح نكون برا، وبالبيت أحسن بكتير وأأمن وأضمن، ووضع أمني بيكون أحسن. بسط بيروت من أديها ليلي أحلى شيء، ندعم الثورة بالبيت. ليه بالبيت؟ وما في مصاري بالحالة، يعني بتعرفي كيف والوضع ما بقى ينحمل. يعني الوضع الاقتصادي مش منيح، والعالم تفضل تقعد ببيوتها يعني، بس الأسعار كتير أبوردابل. وفي المقابل يتحضر الحراك الشعبي لاستقبال العام الجديد بمشهدية التظاهر كتأكيد على استمراريتها. من بيروت نهد يوسف، الحدث.